السلام خوتي وخواتاتي العزاز دياولي، كي راكم لاباس؟ ومح عليكم. رحنا خارجين اليوم احنا ونعمه، نهار مش زوين. والله يفرحكم، الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم ما راكم تمناو كاملين. كنشكركم بزاف كاع اللي حنا شفنا الكومونتيرات، الناس الزويونين، الناس الغزالين، كله كيعبر على المستوى ديالو. زعما تبارك الله، الناس المستوى دخلوا عند اختي، عند اختي نعمه. والله يفرحكم، كيكبرتوا بيا الله يكبر بيكم. وحنا دايرين وغادي نديكم معنا فيما مشينا. غادي تفتيني حيت انا المره الاخرى جيت كان شويه ما كانش البرد، مي كانت الشتا، ما كنا كان يوسف صغيور بزاف، يعني ما نخدش نخرج هكا ونداورو ولا حاجه ولا. مي راه حنا ديال بغات اليوم بغات تخلف لي، راه حنايا كيتغدينا وراه حنا خارجين. ايوا راكم معنا ان شاء الله، فيما مشينا غادي نديكم معنا. رايا نقول للمشاهدين، نقول لهم ديروا لطاطا لايك وابوني. وي الزينة، كي راكم المشاهدين ديال اختي نعمة؟ كي بقيتو لاباس عليكم؟ نتمنى يكون عجبكم ديك الفيديو ديالنا ان شاء الله يا سيدي ربي. والله يفرحكم، يفرح لكم والديكم، وتعاونوا كاع خوتي وخواتاتي. وحدة ما تدخل على وحدة، وحدة تدخل عند وحدة، راه العوين زين. يعني كيما قلت لكم شحال هذه اليوتيوب، راه بحال حسبوا بحال شركة نتاع الخياطة. كل واش كيدير واحد يدير الفينيسيون، واحد يدير الخيط، واحد يدير الصداف، والعوين راه زين. يعني كامصرو بحال غادي تخدمي في شركه انت وصاحبتك واختك وبنت عمك، ماشي عيب شي يعاون شي. والله يوفقكم، يوفق اي واحد. ونتمنى ان شاء الله يا ربي كاع تدخلوا اللي شافوا هذه الفيديوهات نتاع اختي نعيمه يبقاو مستمرين معاها ان شاء الله. وماشي عيب بنادم يستافد، ومره تخرجكم تشوفوا بنادم يعني تسولاجي، واخا يشوف بعيد بعيني. راه حتى بنادم كيشوف هذا الخضوريه بعيني هكا، وهذه المره النفسيه ديالو كترتاح. يعني ماشي غير بنادم غير الهضره 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 الهضره، يعني بنادم اي حاجه كالطبيعه هكا كتبان كتريح النفسيه، كتريح النفسيه. انا بعدا كنرتاح، انا حاجه وحده والله ما نكذب عليك، عندك الطبيعه هكا الخضوريه والبعد، نشوف بحال هكا البحر ولا شي حاجه في البعد هكا، يعني عينيك العرق ديال عينيك كيرتاحوا كيدوروا، يعني الدم ديال عينيك كيدور. وزيد البحر انا فوقاش يعجبني، ما يعجبنيش في الصيف بزاف، يعجبني في الوقيته نتاع الربيع، فتبقى الشتوى يخوى، وتعجبني في العشيه هكا. باش تستمتعي بالنظر ديالو ماشي باش تعومي فيه. فوالا، لا نعوم، كان نعوم في البحر، انا ما يمكنش شي حاجه نشوف الماء وما نعومش، سبحان الله العظيم، لا بيسين ولا ما يمكنش نشوف الماء وما نعومش. بصح زعما الحوايج اللي زعما كنبغي انا نريح براسي بهم، نبغي هكا العشيه البحر العشيه، ويكون يكون الشمس يكون بروده، كنستغل هذيك الحاجه ديال البروده وبحال هكا الطبيعه وكل شيء. علاش انا اصلا بغيت نجي؟ واش ما كانش في باريس فين نمشي؟ وراك عارفاني ديجا اصلا، واخا صورت ولا ما صورتش، راك تعرفيني كنخرج انا وولادي بزاف نتعشى برا، نخرج بزاف انا ووليداتي مع راجلي وداك الشيء. يعني انا كنبغي ولكن هنا راه ماشي هي باريس، فوالا سيسا مدينه. كنبغي يعني كنبغي السولاجا، خصني شي موضوع اللي بحال نقولوا طبيعه فيها الهدوء، فيها فين تسرحي عينك، فين تكالماي، ترتاحي. هذوك هاد الوقيته في باريس سيركيلاسيون البوشون ما تلقايش بهذا الحال، حتى هنا دابا راه تحركوا. واخا تحركوا يعني شوف، يعني ما بين لوطو ولوطو راه كتشوف يعني كاين لي سباس بزاف، مي تما كاين راه البوشون، تعرف شاي البوشون، راني كنت ساكنه في باريس انا، راني عارفه يا بنادم لو كان لي ستاجي واحد يرجع مشري البوشون، كتجلسي فيه حتى ساعتين تقريبا. يعني بزاف صراحه. انا يلا هادي دابا عامين باش سكنت هنا في جواني، عامين كنت ماني جيت لعندك اول مره، لقيتك كيسكنتي يلا كيسكنت بربع شهور ايام. دابا لا عام، لا يا ربي كنت عام وشي شويه باش سكنت. لا درك هاد العام راك دخلتي 3 سنين مدام. وي دابا دخلت 3 سنين، اختي الوقت كيطير. راه عند كورونا كيجيني بحال ما راه عامين كورونا ماشي عام. لا لا عند كورونا ما حسيناش به، بحال دغيا فات والله، بحال ما كتحسبيش من العمر، بقى بنادم مبلوكي. ايه بنادم خصو يخمم هذيك الحوايج اصلا. هاد العامين هادي الاخرى ما حسيناش بها كيفاش فاتت، دازت شكل سبحان الله. الله يجيب الساعة، يبدل الساعة بما احسن وتغير الخير ان شاء الله. صراحة الله الام صعيبة، وفي نفس الوقت ما درناش فيها شي حاجة، بقينا غير مبلوكيين ما مشينا حتى لبلاصة. بنادم ديجا مبلوكي اون بليس، الناس ديما كتسمعي اخبار اللي عزيز عليك، ديما كتسمعي جارك، كتسمعي وحدة حبيبة عليك تضرت في حبيب العزيز عليها. اي سمعنا ناس مساكن الله يرحمهم، والله شافي اللي مرادي مساكن، الناس وليت واحد حبيب وعزيز عليهم، ما قدش يقربوا ما قدش يعنقوا.
على جال باش ما ياديش هو وليداته ويادي حفايده ويادي لدرجه ما كاينش مع الزمن الام والانسان ما كيقدرش يتواصل معاها ولا شي حاجه. ما شتي هما اللي الخير كي قالوا مولاو كيحطوا الحوايج غير في لاسانسور ويخليو الحوايج يطلعوا في لاسانسور وهي كتهز الحوايج حتى كتعقم روحها وكل شيء وما تحسش يعني واحد المنظر الحبيب ديالك ما بقاش كتعنقه. ايوا من غير الشوفه نتاع الواتساب والحمد لله على اللي الحمد لله كاع منين كاين اليوم شويه احنا ماشي كاع ما بقاوش يديروا الكمامه بزاف بزاف لا شويه في السلقه ماشي اوبليجي السلقه ماشي في الادارات اللي بداو يديروا الكمامات هكا بزاف وشي ماكازا يعني قديتها بقاو ما شحال هذه غير ديري هكا في البلاص في الزنقه ما تقديش لا جيتي داخله وما كنتيش دايره حتى في البيوس لا جيتي طالعه في البيوس وما دايراش بس كانت 135 وي كانت يديروا 130000 135000 فرنك كانوا يديروا لها خطيه اه في اللي كانوا يديروا مازالت دابا دابا مازالين كاينين هاد الغرامات نوت اخر في باريس انا ما بقيتش متبعه كاع هاد الشيء صافي طلع في الراس ما بقيتش متبعين في الاول كنا قالها ماكروسا يتعايشوا معاها تعايشنا معاها والله في الاول كنا كنحسبوا شحال مساك الناس ماتوا شحال مرضوا شحال شنو وقع شنو تزاد شنو نقص دابا صافي الناس توالفت مع هاد الوضع والله يشافي الجميع والله يرحم الاموات الجميع والله يرحم الاموات والله يبدل الصعب مات الناس لا فامي ديالنا صراحه بكورونا ما نكذبوش اودي ماتوا الناس بزاف ماتوا نسابنا خال عروس عمتي الله يرحم الله يرحمه ويوسع عليه ماتوا لا فامي ديالنا زعما قراب ديالنا ماشي د العائله كما كنقولوا الله يرحمهم مساكن الله يرحمهم ويوسع عليهم العائله يعني والجميع كامل المسلمين اللي ماتوا سواء بهذا المرض سواء بالموت اللي بغى الله سبحانه وتعالى اي حاجه كتبها الله المهم ما ننزلوش نأزموا المشاهدين لا ماشي تمتعوا معنا يعني احنا كنهضروا يعني هذه الحياه الواقع هذه حياه الواقعيه ويا. يعني بنادم اللي يبقى في نيسولاجي يبدل الجو يريح النفسيه ديالو يعني احنا كنقولوا ديجا هذا العام اللي فات علينا راه فات مال صعيبه يعني فات الصراحه فات صعيبه على اي واحد سواء اللي في المغرب سواء اللي في اوروبا العالم واللي في المغرب راه كان شويه مازال واحد لافونتاج يعني ديال 55% يعني كان مازال كيتحركوا يمشي شي عند شي حنا هنا لا هنا لا ديجا كاين الحد بلا كورونا وزاد تكملت كورونا تكملت يعني فاهم هادشي باش بغيت الناس تفهم واش راني نقول المهم دابا شوفوا تستمتعوا بهذا المنظر هذا ديال الواد الواد زومي لهم باش يشوفوا احنا نقطعوا من الجهه الاخرى وعاد يبان اكثر ويلا خوتي تمشي نمشيو من الجهه الاخرى ونتمنى هاد المناظر الطبيعيه تعجبكم وهذه هي المدينه ديال جواني نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وي سمع اخوتي واحد شقالنا هو زايده قدامنا وقاست الفرانه الفرانه قاست لها الحلقه شفت تطلع في الحلقه وبقات مسكينه تجبد وبقات تجبد الوليد عنده شي 16 سنه شبعنا ضحك دركي قلت لنعمار ديريها ديريها نشركوها مع المشاهدين انا ما نشركوها مع المشاهدين ايوا وهي تقولها يا اما واش الحوالق نضادر دايره هي دايره نضادر الكمامه قال لها ديزيكوتر قال لها اش هزه يا اما اش اما اش هزه لكم هاد ودني ودنك والسمع ديال العاد الهضره قال لها اما والسمع تاع الهضره وانتي تهضري واش ضحكنا ما نعرفوهمش الساكن غير سمحنا على هاد الحس تاع الموبيلا شبعنا ضحك والله الا شبعنا ضحك تعرفوا الودن وما هزه الودن وما هزه تهز الحوالق وتهز الكمامه وتهز النضادر الي لا الي لا راه يعني لي كانار لي كانار وي المهم هذا هو واخوتي هذه هي عفوا هذه هي جواني ماشي كان نتمنى تعجبكم ان شاء الله هذيك الطبيعه الفوق عرفتي شنو تما في داك الجبل صغيور هذيك راه الداليا ديال العنب دابا هو هذا داك الجبيلات انا نزوميهم تما كاين زارعين الداليا غنمشيو حدا لي كانار نو لي كانار زوين بزاف لي كانار لي كانار بارك الله لي كانا نو ما كيعدش لي كانا لي كانا لي كانا
مليح، ولكن الجو زوين اليوم الحمد لله، جو رائع. واه زوين المنظر، واعر كاع بزاف. ايوا خوتي وخواتاتي، كنهديو لكم ان شاء الله هذا الفيديو كامل، ان شاء الله كنهديو لكم هذا الفيديو، والله يفرحكم والله يعطيكم الخير. يعني الناس صراحه الله، وتحيه لبلادنا، حتى حنا كنتفكروا على الطبيعه هكا بحال حنا في البر، بحال اللي راه كل بلاد وزينها، حتى بلادنا تبارك الله، حتى بلادنا غزاله بيان سور، عندنا الصحراء، عندنا الجبال، عندنا البحار، الحمد لله عندنا كل خير. اللهم لك الحمد. كي قالها نعمل الحلو، بلادي يا زين البلدان. اياه الله، نعمل الحلو فيها بنادم، فيها اللي كريم، وفيها الضيافه، وفيها وتحياتي لجميع المسلمين كلها، والزيد كلها، كل بلاد، كل بلاد وزينها كلها، والتقاليد ديالو كلها، والزيد ديالو، هادشي اللي كاين. والله يشافي كل واحد. ها وريهم، وريهم هذاك مسكين، ها انتم، والله يشافي العباد. شوف الله يشافي العباد، شوفوا ها بالصحه ديال مسكين، ها هي اللوطو، ها هي مسكين ما قادش يتمشى، الحمد لله على الصحه. اللي يطلب يطلب صحته، الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الصحه، الله يفرحكم. شوفي على جو، والله العظيم لا الجو زوين الحمد لله، والطبيعه رائعه، واللون ديال الخريف كما كتشوفوا دابا تبارك الله، الشجر تغير اللون ديالو، واحد اللون زوين ما شاء الله. ما كانش بحال الطبيعه، بيان سور ما كانش بحال الطبيعه، واللي لي باتو، لي باتو، لي باتو. شنو شنو نقلعو الداليا؟ راه العنب، العنب وقيلا هذاك العنب كيعصروه باش كيصوبوا به. شنو يصوبوا به؟ اللي كيصوبوه به غالبا، يمكن مقاد، لا الكل ماشي، يمكن ماشي ديال الماكله، والله اعلم. جو سي با، والله ما نعرف، انا ما نفهم شنو تحكي لي في هذا الشيء. لا وهذه هي جواني، واللي بغى يجي مرحبا به. ديك الفلاحه زعما هكا كنتنش فيها بزاف. لا لا داليا تما، الحمد لله اليوم ما كايناش الشتا، هذا النهار الجو الحمد لله. شفتي البارك؟ هذا هو البارك ديال جواني. هانتوما تشوفوا اختنا عمر داخله التوربينه هنايا في البلاصه نتاع لي باتو، باش نشوفوا اي حاجه نشوفوها وتورينا يعني، وانت حنا ناخذوا راحتنا ونتسارى ونشوفوا. الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الخير، الله يفرحكم، وديك شي زويون صراحة، ارتاحينا فيه، سالينا شلنا بيناتنا. هانتوما هما كيحلوا لي باطو، صوري لهم نعيم هنا داخل الباطو هنايا، الناس هادو الباطو تاع ماليهم يعني، لا ماليهم يعني، فهمت؟ شوف قال لا كويزين فيه كل شيء، راحة راحة مدنا اختي. دخلي تما كاينة تجلسي غير السيمانات نسيكم والله، قالت خوي اللي عندك الصراحة. ايوا الله يفرحكم، يلاه هزينا في دياولي، وهانتوما معنا ان شاء الله تنكملوا الخريجة ديالنا اليوم، المشاهدين ديالنا كاع.